المغشوشة دي عشان الناس ما تبقاش عندها هلع وعندها ولع بالقصة دي، هي مشكلة أو ظاهرة عالمية على مستوى العالم، وزي أي سلعة ممكن تتغش ممكن الدواء ممكن تحصل فيه نسبة ولو بسيطة، والنسبة دي بتتراوح طبعا من دولة إلى دولة، وده على مستوى العالم كله موجود. لكن إحنا علشان إحنا حريصين أكتر على صحة المواطن المصري وعلى إنه لازم ياخد دواء آمن، بدأنا نبتدي نتكلم عنها ونقول إن ايه بقى المفروض المواطن عليه يعمل ايه. اول حاجة ان هو يطمن ان هو اشترى الدواء من صيدلية واقف فيها صيدلي، لان الصيدلي اللي موجود هو اكتر واحد حريص على صحة المريض، وهيضمن ان هو بيتعامل مع انسان متعلم عارف الاثار الجانبية بتاعت الدواء وعارف مصادر شراء لهذه الادواء، فبالتالي ان هو هيديله الدواء السليم ويشرح له الجرعات السليمة. بس دي اهم نصيحة عندي بالنسبة للمرضى المواطنين، لان المريض ده ابني واخويا وجاري ولازم انا ابقى حريص عليه، فبقول له اتعامل مع صيدلية تكون فيها صيدلي وليس في اي شخص اخر غير صيدلي موجود في الصيدلية. دي اول حاجة. نمرة اتنين، ان انا لو حصل عندي اي اثار جانبية لاي دواء ارجع برضو للصيدلي بتاعي واقول له ان حصل كذا وكذا وكذا، واحنا هنا عندنا مركز اتفتح جديد اسمه مركز اليقظة الدوائية، لو في اي اثار جانبية ظهرت من اي دواء بيعرفونا بيها واحنا بنقدر نتعامل. لكن انا عايزة من برضو الناس ان يعني اطمنوا الدواء المصري بخير وما فيش اي مشكلة عندنا، غير ان حالات فردية وحالات بسيطة ممكن تظهر زي اي سلعة ممكن يحصل فيها اي نوع من الغش، وزي ما الظاهرة دي موجودة على مستوى العالم. انا لو لقيت اي مصدر بيتم فيه تداول اي ادوية مشكوك فيها او مغشوشة او داخلة بدون فواتير من الشركة الموزعة والشركة المنتجة، الحقيقة احنا بنضبط هذه المستحضرات وبنعمل بيها محضر في اسم الشرطة، وبيتحول المسؤول عن هذا الموضوع الى النيابة، وبنعمل غلق لإداري لهذه الصيدليات. وطبعا دي بتبقى نسبة قليلة بالنسبة لان العدد الكم الهائل، انا عندي حوالي 50,000 صيدلية على مستوى مصر، صيدلة مصر يعني بخير، بس القلة اللي بيسيبوا صيدلياتهم لأفراد غير مرخص ليهم بمزاولة المهنة وأشخاص غير صيادلة، هم دول اللي بيبقوا مصدر للتلاعب. دي لازم تبقى داخلة الصيدلية بدون عن طريق اي حد ممكن يبيع اي دواء، وطبعا هو ده اللي احنا بنحاربه، لان المفروض الدواء يدخل الصيدليه بفاتوره معتمده من الشركه. اقدر انا لما كمفتش، انا عندي حوالي 1200 مفتش على مستوى محافظات مصر كلها هنا في الاداره المركزيه للصيدله وبرده في جميع محافظات مصر، المفروض المفتشين دول بينزلوا تأكدوا من ان كل الادوية اللي موجودة في الصيدليات موجودة بموجب فواتير رسمية، فطالما دخلت بفاتورة خلاص احنا عارفين مصدرها. اما فيما عدا هذا لو ما عرفناش مصدره هتبقى طبعا ادوية مهربة او مغشوشة او مقلدة او اي حاجة، ودي اللي ما بضمنش الاثار الجانبية بتاعتها. عشان كده بنقول لازم الصيدلي ياخد الادوية بتاعته بموجب فواتير، وانا كمريض اتأكد من ان اللي واقف في الصيدلية ده صيدلي، لان هو مش هيغشني وهيديني الدواء المظبوط. احنا كمرضى بقى هنقول ازاي نبقى عارفين الفرق بين ده وده. هي طبعا هي عمليه بالنسبه للمريض بتبقى فيها صعوبه، عشان كده بقول له اتعامل مع صيدليه فيها صيدلي، يعني هتضمن ان انت دواء شاري دواء مظبوط. النقطه برضو الاكثر اهميه في الموضوع ده كله الادويه اللي بيعلن عنها في الصحف في القنوات الفضائيه في الاعلانات، ويقول لك ادويه مسجله بوزاره الصحه. طبعا احنا ما بنعلنش عن اي ادويه في الفضائيات وتبقى مسجله في وزاره الصحه، لان ده غير مسموح. عشان كده دي بتبقى مصدر من مصادر الادويه المغشوشه، فتحذير للناس كلها، لان الاعلانات طبعا بتبقى مبهره لدرجه انها بتقنع الناس البسطاء، فاحنا بنقول لهم لا دي اعلانات وهميه وملهاش اي اساس من الصحه ابدا، ويا ريت نبتعد تماما عن اي ادويه يتم شرائها عن طريق القنوات الفضائيه او عن طريق اعلان في اي حاجه، يعني ده احيانا بيعلنوها في الشوارع وكده. طب الادويه في البيت، التخزين في البيت
يعني مدة الصلاحية مثلا بتبقى مدونة على لو مدة الصلاحية دي انتهت بيبقى ليها آثار على المريض نفسه؟ بصي الدواء بيبقى موجود عليه رقم التسجيل في وزارة الصحة ده أضمنه، نمرة 2 بيبقى موجود مدة تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء، انتاج المستحضر وانتهائه. ومعظم الأدوية طبعا تتراوح تقريبا بيبقى 3 سنوات اللي هي مدة صلاحية المستحضر، لازم نحفظه في ظروف جيدة اللي هي أماكن هاوية، درجة الحرارة ما تزيدش عن 30 درجة مئوية، لأن ده تقريبا معظم الأدوية. لكن أنا بنقول في أدوية تلاجة، الأنسولين مثلا لو أنا مريض سكر وباخد أنسولين لازم أحطه في التلاجة، برضو الحاجات العين قطرات العين لازم تحفظ في التلاجة، يعني معظم الأدوية اللي لازم تحفظ لازم مكتوب عليها درجة الحرارة. يعني احنا في انتاجنا بنبقى المستحضر متسجل ومكتوب فيه يحفظ في درجة حرارة كذا، فطبعا احنا كلنا متعلمين وعارفين، فبنقدر نبص على العلبة ونلاقي الحاجات اللبوس بنحطه في التلاجة، قطرات العين بنحطها في التلاجة، الانسولين طبعا لازم يتحط في التلاجة، فديت الحاجات نقراها وبنحفظها. اما شرب كبسول الكلام ده بنحطها في مكان جيد التهوية وظروف تخزينية كويسة، ده في البيت. نيجي في الصيدلية، احنا دلوقتي في قرار وزاري اللي هو طلع اللي هو 380 اللي هو الشرطات الصحية بالنسبة للصيدليات، ان لازم درجات الحرارة تبقى مناسبة لحفظ كل المستحضرات الصيدلية علشان اضمن ان المستحضر يفضل في حالة ثبات طوال فترة الصلاحية بتاعته وما يحصلش في اي مشكلة. طب هل في تنصحي مثلا بيبقى موجودة لابد اللي هي ضرورية موجودة في كل بيت، يعني تصنيفاتها كده، يعني دي المفروض اللي تبقى موجود في التلاجة على طول، يعني ممكن في حالة لا مثلا ليه كل بيت يعني في كل زي الاسعافات الضرورية يعني الاسعافات الضرورية دي تبقى عبارة عن ايه؟ هي الحاجات المطهرات، الحاجات الشاشة القطنية الكلام ده كله. لكن الدواء انا لما يكون في مشكلة انا مش عايزة المريض ياخد من نفسه دواء. طب ما الصيدلة يعني ما شاء الله الصيدليات في كل 100 متر بيبقى في صيدلية، وفي كل بيت حواليه اكتر من صيدلية، يعني انت ساكنة في مكان معين حواليك عشرات الصيدليات، سهلة قوي ان انت تلجأي لاي صيدلي يعني هو اللي يديك النصيحة. لكن بلاش احنا ناخد ادوية من نفسنا من غير استشارة صيدلي او طبيب يعني.